نروح بقى لحملة مصر نظيفة اللي أطلقها برنامج الحياة الآن، واللي احنا بنهدف فيها طبعا بندعي ربنا يعني أن يتم القضاء نهائيا على ظاهرة انتشار القمامة على مستوى الجمهورية وإيجاد حلول جذرية لمواجهة هذه الظاهرة وإعادة المظهر الحضاري للشارع المصري. كاميرا الحياة الآن انتقلت اليوم إلى فيصل في الهرم مع زميلتنا هالة أنديل على الهواء مباشرة. هالة هتطلعنا على تفاصيل سلبية أكيد، بس معاك التفاصيل يا هالة، تفضلي. نعم شريف، ارحب بك. استمرارا لحمله مصر النظيفه التي اطلقها برنامج الحياه الان، نجوب الشوارع ونستطلع كيف هي الحال وسط السكان والاهالي مع تواجد اقوام واطنان من القمامه وسط حياتهم اليوميه يمرون عليها، اصحاب المحال يتضررون منها، ايضا الاطفال ربما يصابون بعدد من الامراض من جراء هذه القمامه وتكدسها الشديد في الشوارع المصريه، ونحن نحاول يعني مع المسؤولين إيجاد حل لهذه المشكلة. معي من هذه المنطقة، منطقة المنشية بالطوابق، عدد من الأهالي الذين يتضررون بالغ الضرر من هذه الظاهرة. أتعرف لحضرتك وصفي لنا، أنت لديك أطفال، كيف تعيشون وسط هذه القمامة؟ بصي حضرتك، أنا ساكنة قريب من هنا واخدة يعني برضو شقة في العمارة دي، فأنا مش عارفة أقعد. بنتي كل يوم والتاني والله يجي لها نازلة معوية وعلى طول ما بتخفش من الرعاية. ويعني بصي، هو كل حد بصي شايف العربيات دي، عربيات تيجي ترمي، الناس يجيبوا ردم ويجوا يرموا بقى، يعني حاجات كبيره، كتل وزباله وكلام يعني جامد قوي. احنا نفسنا والله تنضف وتتشال، مش ده مش منظر ولا وضع، نعيش ازاي احنا كده؟ والاطفال دي حرام والله. نعم، انا بشكر حضرتك جدا. يعني ينتقل ضيف اخر معي، هو برضو احد السكان. عرفني على حضرتك ويعني قل لي ما هي المعاناه التي تعانيها حضرتك، صاحب محل ام ساكن في هذه المنطقه؟ انا صاحب العماره، انا والحاج علي هنا، واحنا بنتضرر عليها كتير القمامه، لان احنا بنبات هنا ما نقدرش، بالليل بيكون الدخان فظيع، اول حاجه بيأثر على الاطفال. وهنا في حضانه، الحضانه حضرتك بص الشبابيك كلها متقفله عشان الريحه، وحضرتك لو اي حد مشى كده الريحه فظيعه. يعني المفروض ان المسؤولين برضك يعني يشوفوا حل للمشكله دي. اي نعم بيجوا بالليل بيشيلوا عربيه او اتنين، بس العربيه والاتنين هتعمل ايه؟ هتعمل ايه بالاكوام القمامه حضرتك دي؟ المفروض ان يكون في حل المشكله، حل المشكله دي. نعم، انا بشكرك جزيلا. شكرا جزيلا. المحافظه تقوم برفع هذه القمامه بصفه دوريه ام يعني تترك هكذا على حالها لاسابيع؟ هم يوميا بيبعتوا عربيات وبيبعتوا لودر بيرفعوا بعض القمامه دي، بس ما بيرفعوش كلها للاسف، فبتيجي بعض الاهالي بتلاقي مثلا كوم زباله بترمي عليه. فاتكلمنا مع المسؤولين كذا مره، يا جماعه شوفوا محل المشكله دي. قالوا لنا والله ما عندناش بديل مقلب تاني ترمي فيه الناس. قلنا لهم شوفوا صناديق زباله، اي حاجه، اي صرفه، واحنا مستعدين نساهم معاكم كاصحاب عماير هنا في المنطقه. انتم ايضا كاهالي انتم تدفعون ثمن جمع القمامه على فاتوره الكهرباء، ولكن يعني كيف ترون هذا مع وجود القمامه وانتم تلقون القمامه في الشارع بهذا الشكل؟ والله للاسف الحكومه بتاخد ثمن الزباله على الفاتوره، بس ما بتعملش اي وسيله هل يكون بالقاء القمامه في الشارع؟ لا، هم دايما بيلقوا في الشارع، بس ما فيش صناديق. ممكن لو كل شارع اتحط فيه صندوق هيلغي الازمه دي اللي احنا فيها، بس للاسف ما فيش مقلب للشوارع دي كلها والمنطقه دي كلها الا هنا. بيجوا من اخر الدنيا يرموا هنا، بيجوا العربجيه بيرموا الردش هنا، بيجوا اصحاب اللبش باللودرات بيرموا الردش في الليل هنا برضو بتاع اللبش المفحوته. فللاسف ما فيش رقابه وما فيش رادع قانوني عشان الناس تلتزم. يعني لو عملوا رادع قانوني للناس اللي بترمي زباله دي مثلا هيبقى في خوف، اما للاسف لا. حياه المنتونه دي بتكلم مسؤول الحي يقول لك اعمل لك ايه، انا مش مسؤول، اتكلم رئيس الحي. كلمنا مسؤولين ورؤساء احياء، للاسف لا حياه المنتونه دي، ما حدش واقف جنبنا في الازمه دي نهائي. ويوميا بنعاني من الازمه دي، من الدخان، من الزباله. انا كصاحب عماره هنا في المنطقه مش عارف ابيع شقق، معظم الناس الزباين بتيجي بتشوف الزباله بدي تطفش من المنطقه، فللاسف فلوس مرميه ومتجمده. يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وصلت الرسالة. يعني شريف، حاولنا معك أن نرصد الحالة هنا في منطقة المنشية بشارع بمنطقة الطوابق بالطلبية، حاولنا أيضا أن نتعرف على يعني تداعيات هذه الأزمة مع عدد من السكان. أطنان من القمامة تتواجد بهذه المنطقة وسط المساكن، يعني يقوم البعض بحركة هذه القمامة مما يثير الأتربة والغبار والأدخنة التي ربما تصيب أبنائهم بأمراض خطيرة، وأيضا يعني لا يوجد
سلة أو مكان مخصص لإلقاء القمامة، إضافة إلى أن الأهالي يشكون قيامهم بدفع القيمة المخصصة لجمع القمامة على فاتورة الكهرباء دون وجود حل جذري لهذه المشكلة. يعني أشكر طيب المتابعة شريف وأعود إليك مرة أخرى بالأستوديو. شكرا لك يا هالة أنديل، شكرا على كل التفاصيل اللي تفضلت بيها وشرحتيها. يعني امبارح كنا في الهرم والنهاردة في فيصل، في الطوابق في فيصل، الموضوع من سيء لأسوأ. حضراتكم شايفين ممنوع إلقاء القمامة، يعني أنا مش عارف هي ده المقصود. طبعا ده كلمة ممنوع هي تحتها بالضبط القمامة. في حاجة هم قالوها، قالوا إن في عربيات بتيجي بتشيل القمامة المنتشرة غير كافية ولا تكفي. يعني الموضوع بقى معروف لينا كلنا على مستوى كل المحافظات، مش بس في الهرم ولا في القليوبية ولا في الجيزة. يعني لو قلنا أسوأ اتنين لحد دلوقتي دايما تجينا منهم مشاكل واستغاثة هيطلعوا الجيزة والقليوبية. على كل الأحوال المسألة محتاجة إمكانيات ومحتاجة إعادة تدوير هذا الأمر بشكل أكثر إيجابية، بدءا من المنازل ثم بعد كده نهتم بالشارع والصناديق إلى آخره.